هذه هي طبعا هذه هي اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة، وفيها يظهر عنصر ميليشياوي يتواصل مع أحدهم عبر المحمول أو الهاتف النقال أو الموبايل ويطلق الرصاص بشكل مباشر، بعدها لاذ بالفرار. ربما أخبر أحدهم عبر الموبايل أنه نفذ مهمته. هذا ما يقوله طبعا العديد من النشطاء العراقيين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت هذا المقطع المصور الذي يظهر أمامكم.